موضوع زراعة الأسنان بالطب التقليدي في جراحة، نعم شو أدخل الذكاء الاصطناعي اليوم على طريقة علاج هالمشكلة؟ التقليدية هي في شق وفي تقطيب وفي أوجاع من بعضها وأدوية كتيرة. بالطريقة الجديدة صرنا نحن عنا العظمات الشرايين الأعصاب وقادرين نعمل بلانيفيكاسيون، نعمل العملية بحد ذاتها بطريقة ديجيتال قبل ما نروح أتم المريض. بنحط الزرعة بنعمل لها بلانيفيكيشن على السوفت وير، نعمل تصميم لجايد بنقولوه سيرجيكال جايد، هذا عبره بنحط الزرعات، هذا هو الجيد اللي بنحطه وعبره بنشك. بتفوت الزرعة بقلب هيدا ومنا بحاجة لا شق ولا تقطيب، والمريض فيه يجي لعنا ويسافر تاني نهار ما عندك أي مشكلة.